عمك هنا المكان اللي انا انت شلون؟ عمو انا ماني ولد عمو. مرحبا بمتابعينا الكرام مباشرة من السوق الأسبوعي سيد النور. غادي نغلقكم في الاجواء ديال السوق والاجواء ديال الخضره. هذا هو السوق ديال سيدي بنور، السوق السبت ديال سيدي بنور اللي غنشوف الاجواء ديال الخضره كيفاش دايره، الاجواء ديال الاثمنه في السوق الاسبوعي ديال سيدي بنور. هذا هو السوق، شوفوا بارطاجيو الاخوان باش نشوفوا الاثمنه ديال الخضره والاثمنه ديال كتشوفوا ديال الخضر في سيدي بنور. تحياتي كتشوفوا الشلده كتشوفوا الخضره في الجو ديال الخضر اثمنه كما كتشوفوا. اجي عندنا اجي عندنا ليا زيد واخا غيجري عليك زيد. السلام عليكم. السلام عليكم. قول السلام. السلام تامر 40 اليوم الاثمنه مناسبه 40 ريال كل شيء 40 40 ريال تعطي 50 راه ريال قول لهم 40 كل شيء 40 كل شيء من الطرف طرف من الطابله حتى للطابله 40 ريال خاص غدوا تعطيني الفلوس. الدوله اللي مضيعانا الدوله مضيعانا عايزه نصولوا. السلام عليكم. حالتنا حاله ما صايبين دابا نجيبوا كول تاع بطاطا وهاد الناس ما باغي يديروا معنا حتى شي قانون وحتى يصوبوا هاد السوق بعدا حالته كحاله كيداير هاد السوق كيداير ومرون والاثمنه غاليه ما كاينه رخصه مولا يبوي والو ما كاين حتى حاجه صاحبي ما كلشي غالي. واش دابا حنا جايبين 1000 ريال واش غنركبوا؟ صيرنا خذ راه ما نصيبوا واش نركبوا؟ طالع بينا الله تبارك وتعالى تيوفوا لنا هاد الناس عند الانتخابات عبداو يتناقصوا علينا هنا فينو وراه ما غنتخبوش على شي واحد لانه ما مصوبين لنا طرقوان ما مصوبين لنا السوق ما مصوب حالتنا حاله راه ظلم خايب هذا راه حشومه عليهم راه حشومه هاد المسؤولين اللي كيديروا لنا هاد الشيء وحالتنا حاله ما صايبين ووليداتنا قراوا وخرجوا ضحيه وما بغاوش يدخلوهم لينا وشادين الباك وشادين الزيزاء وراه باركين يتربطوا وحنا ما صايبين ما نصير والو راه حشومه عليهم راه حشومه عليهم هو القانون يديروا معاهم مصابين لينا لا تحول السوق من هنا هاد الناس اللي كتشوف فيهم هادو فينا مساكن ما صايبين دابا يركبوا وغادي نمشيو هما تال الطويل هاد الليل الكريزاج كاين بلا سوق بلا سوق وحتى راه قيمة السيارة عندو يلاه قيمة المركوب يركب مسكين يجي هنا ما يصيب حتى باش يصير الاثمنة اليوم بين وبين نص على الثلاث اليوم كاين شوية بين وبين لأن السوق نهار الثلاث كان بخمسة دراهم الخضرة وكذا اليوم طايحة المهم تولو طايح طايح الخضرة اليوم مناسب الحمد لله الله يبارك لك الله امين. كما كتشوفوا معنا دائما المتابعين الكرام ديالنا كما كتشوفوا حنا في السوق ديال سيدي بنور كما كتشوفوا الخضره موجوده الحمد لله كما كتشوفوا الاجواء ديال الخضره موجوده خيزو موجود كل شيء موجود بطاطا موجوده كل شيء موجود الحمد لله تبارك الله كما كتشوفوا الناس كيتقداو. السلام عليكم. السلام كيداير المعلم؟ الله بخير. بحال لاباس. شي بخير. صح لاباس. كيف لقيتي السوق اليوم؟ مزوين. كيداير الاثمنة؟ كلشي مزيان. انت ما شحال داير؟ داير جوج دراهم. طاطا خيزو سلاوي فكوس كلشي 40. كلشي مزيان. كلشي مزيان الحمد لله. الاثمنة مناسبة. مناسبة الحمد لله الخير موجود الحمد لله. موجود الحمد لله. السلام عليكم. كيداير المعلم؟ السلام بخير. لاباس عليك. لاباس عليك. صافي بخير. كيداير السوق اليوم؟ لاباس الله يحفظك.
السوق زين السوق كاين المناسب الشهر الخاك 48 ريال الحاج ماتش 120 بس 40 شوف 100 اثمنه زينه اثمنه مزيانه ثمن الخضره رخيص ثمن الخضره كلشي مزيان كلشي مريق الحمد لله الحمد لله كما كتشوفوا دائما السوق الاسبوعي في سيدي بنور يعني الخضره موجوده الحمد لله كما كتشوفوا السلام عليكم كده المعلم الله يحفظك احنا بس عليك الله يبارك فيك خويا الله يحفظك امور هانيه الله يبارك فيك كده السوق اليوم السوق مزيان الحمد لله الاثمنه خويا مزيان كاينه جدرام 50 ريال الخضار ماطيش اللي غاليه دايره دايره 5 6 خويا غاليه في بلاصتها المولى 5 دراهم 5 دراهم ديك القرعه 3 دراهم فلفله 4 دراهم طاطا ماطيشو طاطا وخيزو كاينه جوج دراهم 50 ريال هي اللي كاينه ثمن مناسب ثمن مناسب اخويا ثمن مناسب الحمد لله الحمد لله وشكر لله الشيء مزيان الحمد لله الحمد لله كما كتتابعوا معنا دائما المتابعين ديالنا عبر قناه شوف تي في لسه نقول لكم من قلب السوق الاسبوعي ديال السيد بن نور في الاجواء ديال الاجواء ديال السوق القراب بخير شوفوا شوفوا القراب فك الله على القرابه بكلشي داكشي داكشي القديم بخير وعلى خير السلام عليكم انا دابا انا كنسير السلام كيداير بخير وبركه السوق بخير وعلى خير سيدي بنور سيدي بنور نعم سي الدائره الكبرى هي هنا العاصمه اقتصاديه لأن ما هي المحرة هي هذه جامعة مساكين وقرابة وخدارة وكل شيء كيمشي بخير وعلى خير كل شيء مشي ناشط. هذه المهنة ديال شحال أنت فيها دابا؟ شوية 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 المهنة فيها نعم السي هذه فيها شي جاي شي 30 سنة 30 سنة 30 عام 30 عام والدري دابا راه كنغامروا مع كنتعابزوا مع راه كيقراوا ولا إله إلا ونطلب الله تبارك وتعالى الله يجمع الشمل وبخير وعلى خير هاد المهنه هادي كبرتي منها وليداتها وليداتها بنيه وليد بنيه وليد راه بخير راني مكبر بواحد الدري راه ساي كيقرا سيار كيقرا ولكن شويه راه شويه داروا لا حولية عدوا الباك وراه حنا كنتعافروا معاه ونطلب الله تبارك وتعالى الله الحمد لله من هاد الحرفه من هاد الحرفه نطلعوا من هاد الحرفه من هاد الحلال حلال طيب صدق الله والله والله يطول لنا محمد السادس الله ينصروا لنا نصرا عزيزا طلبوا الله تبارك وتعالى بالسجود والركوع الله يخلي لنا محمد السادس الله ينصروا الله ينصروا الله يعلي علمه والله يحفظ مولاي الحسن والاسره الشريفه العلويه طلبوا الله تبارك وتعالى الله يحفظهم ويضمنهم والله يعز الشعب المغربي رب الله سبحانه وتعالى بخير وعلى خير الحمد لله انت هاد المهنه هادي كتعتز بها انت كنعتز بها بزاف كنعتز كنعس بها ونوض بها والو كانوا خدار ديال القرطه المهنه ديالي هي هادي كان بخير وعلى خير فهمتي كنطلب الله تبارك وتعالى راه بخير وعلى خير عايش بها عاش عيشات الحلال طلب الله سبحانه وتعالى شرطه حمراء وشرطه خضراء شرفيه ما فيها لا تديك ولا يخليك الحمد لله يعني الانسان تعيش بخير بخير حلال حلال كنضرب لها تماره حلال كنعرفو نشوفو الوليدات تيقراو بالحلال 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 طيب طلب الله تبارك وتعالى وراه بخير وعلى خير الحمد لله الله ييسر الامور ونطلب الله الله يحفظ لنا الله يحفظ لنا خليفه الله في ارضه الله ينصرو كندير فاتحه بلا غير شيء باذن الله تبارك وتعالى وكرمي ليا وكنقول الله يحفظه الله ينصره نصرا عزيزا خليفه الله في ارضه محمد السادس مولي الحسن اسره الشريفه سيوف الله يجعل ربي الله يجعل ربي هو يحفظهم ويضمنهم والله يحفظ المغرب العزيز وراه بخير وعلى خير وهنا الحرم الشريف الحرم البقعه الشريفه هي هذه حو سيدي بن نور انت من سيدي بن نور انت؟ ايه شنو بلاصه؟ اه بلاصه لا انا بعيد انا شويه انا الاسم ديالي حافيدي ابراهيم حافيدي شمن دوار؟ دوار هنا دوار دكالي وجايل ما مخلينا تعرض وصل فاس ما مخلي تقنت جايل بخير وعلى خير
وصل الفاس، وصل المكناس، هذه من عيسى مام خلينا تقنت المحمدية، أي بلاصة كندور فيها، أي بلاصة كندور فيها، دور الأمن الوطني ما كاينش اللي يقول يا زين دايره ب 16، ما كاينش اللي يهضر ولا يقول لك شحال الساعة، بخير طب خبز الحالة الحمد لله. أي نعم تبارك الله عليك، شكرا تبارك الله عليك. كما شفتوا أنا لاكارت شريف، عندي لاكارت شريف ديال الجمعية، محمد السادس، مولاي الحسن، سي محمد الخامس، أسرة الشريفة، أسرة راه عندي أنا نيت، عندي راه هازوا معايا الزمايل القريب، قريب صحيحة الحمد لله. يسر الله يسر، كما كنت معنا دائما متابعي الكرام، احنا دائما مباشرة من القلب السوق الأسبوعي بمدينة سيدي بن مول، كنقول لكم في الأجواء ديال الخضرة، الأجواء ديال السوق، يعني دائما كما كتشوفوا هال اي السلام عليكم، كما كتشوفوا هالقرعه الدكانيه تبارك الله، يعني ولا ديال البلاد هذه ديال العمليات كما كتشوفوا هي الطريقه ديال التقلب باش تقلبوها. ها السلام عليكم، كيداير اسيدي؟ كيداير اسيدي؟ لاباس عليك؟ خير اسيدي، كلشي بخير؟ الله يحفظنا ويحفظك. كيداير السوق اليوم؟ السوق زوين، كلشي زين الحمد لله. كيداير الأثمنة ديال القرعة اليوم؟ أثمنة شوية طاحت، كانت 160 دابا كاينة 5 درهم 6 درهم بالجملة، هادشي اللي كنهضر فيه، ما نهضرش على الساق ديال السوق، كاينة بالجملة، واليوم دايرة 6 درهم 5 درهم. كنبيعو على جوج دراهم حنايا، كيما كيبنيو هما كنبنيو بحال بحال، كنبيعو حنا 180 160 يعني زادوهم باش دراهم تبقى صافي. هادشي اللي كاين، هاهي الخضر هادي جاية سيدي من أكادير، نواحي أكادير، ماشي ديال دكالة؟ لا لا، الزريعة ديال دكالة، ويني الروح مزروعة في أكادير. الله يحفظك اخويا، شكرا لكم. دائما متابعينا الكرام في هذا البث المباشر اللي كنحاولوا اننا نعيش معكم الاجواء ديال السوق الاسبوعي ديال سيدي بن نور، كما كتشوفوا يعني جميع الخضار موجوده الحمد لله، كما كتشوفوا هالبصله حتى هي البصله، يعني الحمد لله، يعني هذا هو السوق، الأثمنة الحمد لله كما شفتوا، يعني أثمنة مناسبة، دائما كننقل معكم بالصوت والصورة من قلب مدينة سيدي بن نور في هذه الأجواء ديال السوق ديال سيدي بن نور، كما كتشوفوا معنا احنا دائما في هذه الجولة. كما تشوفوا ها الحامض، ها الفلفلة، كما تشوفوا يعني كل شيء، الخيار. السلام عليكم يا معلم، لاباس عليك؟ الله يحفظك، شي بخير؟ شحال شحال ديال الحامض؟ الحامض 10 درهم كيلو، 10 درهم كيلو، وفلفلة 160 رابع، وخيار 50 ريال، 50 ريال، الثمن مناسب، مناسب الحمد لله. كما كتشوف معنا دائما في هاد الاجواء ديال السوق الاسبوعي ديال سيدي بن نور، كما كتشوف يعني الاثمنه مناسبه، هذا هو السوق كما كتشوفوا معنا احنا دائما مباشره على قناه شوف تي في، تنقل لكم من الاجواء ديال السوق الاسبوعي بسيدي بن نور، من هنا من امام السوق الاسبوعي اليوم السبت، سنضرب لكم موعد اخر، وكما شفتم معنا الاثمنه ديال الخضره في المواصله، الى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله.